أحباب الأعزاء، قناة أحباب الرسول الكتاب المسموع، وعدنا اليوم مع شخصية جديدة وصاحب هذه الشخصية أبو حنيفة الإمام الأعظم في ذكرى وفاته 11 من جمادى الأولى 350 هجرية. الإمام أبو حنيفة النعمان نزل الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مدينة الكوفة عقب إنشائها على عهد عمر بن الخطاب سنة 17 هجرية ليعلم الناس ويفقههم في دينهم، فالتف الناس حوله وكان بحرا ذاثرا من بحور العلم، وكان متأثرا بطريقة عمر بن الخطاب في الاستنباط والإسفع والأخذ بالرأي عند افتقاد النص مع الاحتياط والتحري في قبول الحديث النبوي. أبرز من تلامذة أبن مسعود عدد من الفقهاء الأبواب، يأتي في مقدمتهم عبيدة بن قيس السلماني وعلقمة بن قيس النخعي الذي قال عنه شيخه بن مسعود: لا أعلم شيئا إلا وعلقمة يعلم، بالإضافة إلى شريح الكندي الذي ولي قضاء الكوفة في عهد عمر واستمر في القضاء 62 سنة، وحمل أمانة العلم من بعدهم طبقة لم يدركوا ابن مسعود ولكنهم تفقهوا على يد أصحابه. كان أبرز هذه الطبقة إبراهيم ابن يزيد النحعي فقيه العراق دون منازع، فضلا عن تمكنه الراسخ في علوم الحديث، وهو ينتمي إلى أسرة كريمة اشتهر كثير من أفرادها بالنبوغ والاشتغال به. وعلى يد إبراهيم النخعي تلمذ حماد بن سليمان وخلفه في درسه، كان إماما مجتهدا، كانت له بالكوفة حلقة عظيمة يؤمها طلاب العلم، وكان بينهم أبو حنيفة النعمان الذي فاق أقرانه وانتهى إليه الفقه، وتقلد زعامة مدرسة الرأي من بعد شيخ، والتف حوله الراغبون في الفقه، برز منهم تلامذة بررة على رأسهم أبو يوسف ومحمد وزفر، وعملوا معه على تكوين المذهب الحنفي المشأة والمولد. استقبلت الكوفة مولدها النعمان ابن ثابت النعمان بن النعمان المعروف أبي حنيفة سنة 8 هجرية الموافق 699 ميلادي، وكانت آنذاك حاضرة من حواضر العلم تموج بحلقات الفقه والحديث والقراءات واللغة والعلوم، وتمتلئ مساجدها بشيوخ العلم وأئمته. وفي هذه المدينة قضى أبو حنيفة معظم حياته متعلما وعالما، وتردد في صباه الباكر بعد أن حفظ القرآن الكريم على هذه الحلقة على هذه الحلقات، لكنه كان منصرفا إلى مهنة التجارة مع أبيه، فلما رآه عامر الشعبي الفقيه الكبير ولمح ما فيه من خير الذكاء ورجاحة العقل أوصاه بمجالسة العلماء والنظر في العلم، فاستجاب لرغبته وانصرف بهمته إلى حلقات الدرس وما أكثرها في الكوفة، روى الحديث ودرس اللغة والأدب، اتجه إلى دراسة علم الكلام حتى برع فيه براعة عظيمة مكنته من مجادلة أصحاب الفرق المختلفة ومحاجاتهم في بعض مسائل العقيدة، ثم انصرف إلى الفقه ولزم حماد بن أبي سليمان وطالت ملازمته له حتى بلغت 18 عام شيوخه. وكان أبو حنيفة يكثر من أداء فريضة الحج حتى قيل أنه حج 55 مرة، وقد مكنته هذه الرحلات المتصلة إلى بيت الله الحرام أن يلتقي بكبار الفقهاء والحفاظ يدارسهم ويروي عنهم، وممن التقى بهم من كبار التابعين عامر الشعبي المتوفى 303 هجرية 721 ميلادي، وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى 305 هجرية 723 ميلادي، ونافع مولى ابن عمر المتوفى 117 هجرية 735 ميلادي، وزيد بن علي زين العابدين المتوفى 322 هجرية 740 ميلادي. ويصل بعض المؤرخين بشيوخ أبي حنيفة إلى 4000 شيخ، وتذكر بعض الروايات أنه التقى بعض الصحابة الذين عاشوا إلى نهاية 100 عام الأولى، وروى عنهم بعض الأحاديث النبوية، وهو بذلك ترتفع درجته إلى رتبة التابعين، على أن الراجح أنه وإن صح أنه التقى بعض الصحابة الذين امتدت بهم الحياة حتى عصره، فإنه لم يكن في سن من يتلقى العلم، ولا سيما أنه بدأ العلم في سن متأخرة، وأنه انصرف في بداية حياته إلى العمل رئاسة حلقة. وبعد موت شيخه حماد بن أبي سليمان آلت رئاسة حلقة الفقه إلى أبي حنيفة وهو في 40 من عمره، والتف حوله تلاميذه ينهلون من علمه وفقه، وكانت له طريقة مبتكرة في حل المسائل والقضايا التي كانت تطرح في حلقات، لم يكن يعمد هو إلى حلها مباشرة، وإنما كان يطرحها على تلاميذ يدلي كل منهم برأيه ويعضد ما يقول بدليل، ثم يعقب هو على رأيهم ويصوب ما يراه صائبا حتى تقتل القضية بحثا، ويجتمع أبو حنيفة
وتلاميذه على رأي واحد يقررونه جميعا. وكان أبو حنيفة يتعهد تلاميذه بالرعاية وينفق على بعضهم من ماله لما فعل مع تلميذه أبي يوسف حين تكفله بالعيش لما رأى ذرات الحياة تصرفه عن طلب العلم وأمده بماله حتى يفرغ تماما للدراسة. يقول أبو يوسف المتوفى 382 هجرية 797 ميلادية: وكان يعولني وعيالي 20 سنة، وإذا قلت له ما رأيت أجود منك يقول: كيف لو رأيت حمادا، يقصد شيخ، ما رأيت أجمع للخصال المحمودة منه. وكان مع اشتغاله يعمل بالتجارة حيث كان له محل في الكوفة لبيع الخز وهو عن الحرير، يقوم عليه شريك له فأعانه ذلك على الاستمرار في خدمة العلم والتفرغ للحصول مذهب. نشأ مذهب أبي حنيفة في الكوفة مهد المدرسة الرأي، وتكونت أصول المذهب على يديه، وأجملها هو في قوله: إني آخذ بكتاب الله، إذا وجدت ما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فيها أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن شيرين وسعيد بن المسيب، فلي أن أجد اجتهد كما اجتهدوا. وهذا القدر من القارب من أصول التشريع لا يختلف فيه أبو حنيفة عن غير من الأئمة، فهم يتفقون جميعا على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام منهما، غير أن أبا حنيفة ميز بمنهج مستقل في الاجتهاد وطريقة خاصة في استنباط الأحكام التي لا تقف عند ظاهر النصوص بل تغوص إلى المعاني التي تشير إليها وتعمق في مقاصدها وغايتها. ولا يعني اشتهار أبي حنيفة بالقول بالرأي والإكثار من القياس أنه يثني الأخذ بالأحاديث والآثار أو أنه قليل البضاعة فيها، بل كان يشترط في قبول الحديث شروطا متشددة: مبالغة في التحري والضبط، والتأكد من صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التشدد في قبول الحديث وما حمله على التوسع في تفسير ما صح عنده منها، والإكثار من القياس عليها حتى يواجه النوازل والمشكلات المتجددة. ولم يقف اجتهاد أبي حنيفة عند المسائل التي تعرض عليه أو التي تحدث فقط، بل كان يفترض المسائل التي لم تقع ويقلبها على جميع وجوهها ثم يستنبط لها أحكاما، وهو ما يسمى بالفقه التقديري وفرص وفرض المسائل. وهذا النوع من الفقه يقال إن أبا حنيفة هو أول من استحدثه، وقد أكثر منه لكثاره استعمال القياس. روي أنه وضع 60,000 مسألة من هذا النوع. تلاميذ أبي حنيفة: لم يؤثر عن أبي حنيفة أنه كتب كتابا في الفقه يجمع آراءه وفتواه، وهذا لا ينفي أنه كان يملي ذلك على تلاميذه ثم يراجعه بعد إتمام كتابته ليقر منه ما يراه صالحا أو يحذف ما دون ذلك أو يغير ما يحتاج إلى تغيير. ولكن مذهبه بقي وانتشر ولم يندثر كما اندثر مذاهب كثيرة لفقهاء سبقوه أو عاصروه، وذلك بفضل تلاميذه الموهوبين الذين لوّدوا المذهب وحفظوا كثيرا من آراء إمامه بأقواله، وكان أشهر هؤلاء أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم المتوفى 383 هجرية 709، وهو يعد أول من دون الكتب في مذهب أبي حنيفة. وصل إلينا من كتبه الآثار وكتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وساعده منصبه في القضاء على أن يمكن لمذهب أبي حنيفة للزيوع والإنكار. محمد ابن الحسن الشيباني المتوفى 389 هجري 805 ميلادي، وهو يعد صاحب الفضل الأكبر في تدوين المذهب، على الرغم من أنه لم يتتلمذ على شيخه أبي حنيفة إلا لفترة قصيرة، واستكمل دراسته على يد أبي يوسف وأخذ عن الثوري والأوزاعي ورحل إلى مالك المدينة وتلقى عنه فقه الحديث والرواية. تدوين المذهب: وصلت إلينا كتب محمد ابن الحسن الشيباني كاملة، وكان منها ما أطلق عليه العلماء كتب ظاهر الرواية، وهي كتب المبسوط والزيادات والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير. سميت بكتب ظاهرة الرواية لأنها رويت عن الثقات من تلاميذ، فهي ثابتة عنه إما بالتواتر أو بالشهرة. قد جمع أبو الفضل المروزي المعروف بالحاكم الشهيد المتوفى 344 هجرية 955 ميلادي كتب ظاهر الرواية بعد حذف المقرر منها في كتاب أطلق عليه الكافي، ثم قال شرحه: شمس الأئمة السرخسي
المتوفى سنة 483 هجرية 1090 ميلادية في كتابه المبسوط، وهو مطبوع في 30 جزءا، ويعد من أهم كتب الحنفية الناقلة لأقوال أئمة المذهب لما يضمه من أصول المسائل وأدلتها وأوجه القياس فيها. انتشار المذهب: انتشر مذهب أبي حنيفة في البلاد منذ أن مكن له أبو يوسف بعد توليه منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية، وكان المذهب الرسمي لها كما كان مذهب السلاجقة والدولة الغزونية ثم الدولة العثمانية. هو الآن شائع في أكثر البقاع الإسلامية، ويتركز وجوده في مصر والشام والعراق وباكستان والهند والصين. وفاة أبي حنيفة: من الله في عمر أبي حنيفة ورزقه الله القبول، وهيأ له من التلاميذ النابهين من حملوا مذهبه ومكنوا له، وحسبه أن يكون من بين تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفره والحسن بن زياد، وأقر له معاصره بالسبق والتقدم. قال عنه النضر بن شميل: كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة بما فتقه وبينه، وبلغ من سمو منزلته في الفقه أن قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، كما كان ورعا شديد الخوف والوجل من الله، وتمتلئ كتب التاريخ والتراجم بما يشهد له بذلك. ولعل من أبلغ ما قيل عنه ما وصفه به العالم الزاهد فضيل بن عياض بقوله: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه، مشهورا بالورع، واسع المال، معروفا بالأفاضل على كل من يطيش به، صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار، حسن الليل كثير الصمت، قليل الكلام، حتى ترد مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق أن يدل على الحق هاربا من نال السلطة. توفى أبو حنيفة في بغداد بعد أن ملأ الدنيا علما وشغل الناس في 11 من جمادى الأولى 350 هجرية، 14 من يونيو 767 ميلادي. رحم الله الإمام أبو حنيفة.